اللي انت بتعمله ده؟ أبداً، بستغل الأوضة الفاضية اللي في العيادة. طيب وشقتنا؟ كرهتها، من كتر بقعد فيها لوحدي. كل ده عشان غبت عنك أسبوع واحد بس؟ كلمتنيش فيه ولا مرة واحدة. وانت ما كلمتنيش ليه؟ عشان عارف قد ايه انت مشغولة. يعني انت كده بتعاقبني؟ لا ابدا، انا بعاقب نفسي ان انا صبرت عليكي اكتر من اللازم لغاية ما وصلنا للحالة دي. صبرت عليا؟ والله اللي يسمعك بتقول كده يفتكر ان انا عاملة مصيبة. لا والله، انا اللي غلطان، انا اللي غلطان. انا ما فكرتش في نفسي، ما فكرتش الا فيكي انتي. كنت متوقع انت هترديلي الكل اللي انا عملته عشانك. هو انت كل مره هتفضل تقولي عملت عشانك عملت عشانك؟ ايه يعني ساعدتني في رساله الماجستير بتاعتي؟ ها ايه يعني؟ هو المفروض يعني ان انا ادفع الثمن اني اسيب شغلي وافضل قاعده جنبك في البيت؟ انا ما طلبتش منك ثمن، انا كنت مستنيكي انت بس ما لقيتكيش. وهو ده بقى الحل صح؟ والله ده الحل اللي عندي. لو انت عندك حل تاني قولي لي. انا بقى محدش يشيل ودراعي، وما تفتكرش انك لما تبقى قاعد هنا انا هنزل اتحايل عليك واقول لك لا والنبي تعالى اطلع اقعد معايا وما تبعدش عني. لا ما تقلقيش، انا عارف كويس قوي ان انت مش هتحسي بغيابي لانك ما حسيتيش اصلا بوجودي. هتحتاج اللحاف ده ولا هتلحق تصالحها؟ شكلك مش هتلحق تصالحها. ياسر مستنيني في مكتب، هخلص معاه وهرجع لك على طول، بس اعمل حسابك بقى على قعده طويله شويه. ماشي مستنيكي. ايه ده؟ ده احنا اتغيرنا قوي. شكرا. واضح ان شغلك في الشركه دي هيبقى وشه حلو قوي عليكي. هرجع لك تاني يا عيسى. باي 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 باي. هرجع لك تاني يا عيسى. باي. كانت عايزه ايه؟ جايه تناقشني في ملحوظاتي على الميزانيه بتاعه المناقصه اللي مشاركنا فيها. لا والله، والمناقصة دي بقى هتفضل مسمار جحا اللي هتنطلنا بيه هنا كل شوية. ممكن توطي صوتك؟ وهو أنا اللي كنت شاركتها؟ ورانيا. مالها رانيا؟ إيه اللي وداها وراك اسكندرية؟ وأنت عرفتي إمتى إن رانيا كانت في اسكندرية؟ في نفس اليوم اللي سافرت فيه. ياه، وفضلتي صابرة عليا لغاية لما رجعت؟ ده انت كمان ما رديتيش عليا لما اتصلت بيكي. واضح انك كنت مشغوله قوي علشان تاجلي خناقتك معايا لغايه لما ارجع. ايوه خدني بالصوت بقى يا عيسى، طلعنا انا الغلطانه عشان ما اسالكش عملتوا ايه وانتوا نازلين مع بعض في فندق واحد. وتساليني انا ليه؟ روحي اساليه هو. هو مين؟ اللي قال لك ان رانيا كانت معايا في اسكندرية. ايه ده؟ ايه القمر ده؟ طب بذمتك في حد غيري قال لك انك حلوتي قوي 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 في اللوك الجديد؟ محدش هيتجرأ يقول لي كده. ليه بقى؟ ليه؟ ولا حتى عيسى؟ عيسى متغير قوي من ساعة ما رجع من اسكندرية. خير؟ مش عارف. يعني ما حاولش حتى يعرف ايه سر اللوك الجديد ده؟ حاول، بس ما قاليش اني احلى من الأول.
ده بقى اللي مضايقك؟ انا اللي مضايقني ان هو طلبني وانا ما ردتش عليه. احسن احسن، لازم يتعود انه مش كل ما يحتاجك يلاقيكي. بس انا كل ما بحتاجه بلاقيه. كان زمان، كان زمان يا ساره، دلوقتي مش تحتاجيه ولا هو ولا غيره كتير اصلا. حضرتك عايز مني حاجه تاني؟ ايوه طبعا. وبعدين مش الوظيفه الجديده اكيد محتاجه لبس جديد. بصي ده عنوان اتيليه هتروحي له النهارده، هتلاقيهم محضرين لك كوليكشن هيعجبك قوي، كله جاي مخصوص عشانك. بس ده كتير قوي. العكس، العكس خالص يا ساره، مفيش حاجه في الدنيا كلها كتير عليك. وبعدين ده عشان الشغل الجديد، الوظيفه الجديده محتاجه لبس يعني شغل شغل. الايميل ده حضرتك لازم تمضيه دلوقتي قبل ما ابعته. عن اذنكم ساره، امسكي امسكي. باي. مش مستعجل اهو. ايه؟ كنت عايزني استناها لحد ما تخرج؟ والله كنت ناويه، بس هي اللي طولت قوي. ماشي. سيبيني دلوقتي. ماشي. حبيبتي قلت لك مش هتسيبينا وتروحي في اي حته. كنت وعدتني انك تنفذ وصيتي اللي سبتها مع سلمى. اوعدني. اوعدك هنفذ اي حاجه انت عايزاها. سلمك يا حبيبتي. انا بسيبك انا اروح معاك. انت هتروحي مع بابا دلوقتي طنط سلمى، وانا اكيد هشوفك تاني. امتى؟ لما ربنا يريد. ربنا بيحبنا قوي، واكيد هيجمعنا مع بعض. يا رب مش عايزين نتم ماما اكتر من كده. استاذ شريف يلا يلا. حاضر يا دكتور. يلا رايح. يلا حبيبتي يلا عشان نروح. هرجع لك تاني، خلي بالك من نفسك. صباح الخير. صباح النور. دكتور وسيم موجود؟ اه موجود. طيب ممكن تديله خبر ان انا جيت؟ مين حضرتك؟ انا داليا. بس مش موجود في كشف الحجوزات. ايوه ما انا مش جايه اكشف. امال جايه لايه بالظبط؟ جايه عشان استلم شغل. شغل ايه يا حضرتك؟ سكرتاريه. سكرتاريه؟ وبتقولي اخش كده خبط لازق.
امال انا قاعد هنا بعمل ايه؟ ببيع زلابيا؟ في ايه حضرتك؟ انا ما كنتش اقصد على فكره، وبعدين انا فاكره مدي لك خبر. مديني خبر بايه؟ بانك هتيجي تاخدي مكاني؟ انسه داليا؟ ضحرك يا دكتور. مواعيدك مظبوطه 100%. عامل لنا كوبايتين شاي منصور. وكمان شاي. اخرع مشاعر يا اخي. في منصور؟ في انا خلاص انا طالع في بيتي لحد ما تفهم كويس قوي ان محدش هيقدر يدير العياده دي غيري. الله منصور سيب الكوبايه. انا اسفه ان انا سببت لك مشكله. لا لا ابدا، عم منصور راجل طيب جدا، شويه وهيروق. اتفضلي. وانا هقدم استقالتي. يعني هقدم استقالتي يا بابا؟ اهدى شويه. مش ههدى. وبعدين ايه الاستقاله الصغيره دي؟ ما استقاله غير مسببه، ده انا كنت هكتبها له على ظهر التذكره. انت عارف كويس قوي ان العاده دي هتغرق من غيرك. خليها تغرق عشان يعرف قيمتي. طب ولما تغرق هتشتغل فين؟ ها؟ هشتغل فين يعني دلوقتي؟ هو مش قال انك هتمسك البوفيه؟ ترضاها لي انت دي؟ انا حاسس ان انت هتبدع فيه اكتر، وبعدين ما هو هو نفس المرتب. لا انا عندي اقعد في البيت احسن. لا ابوس ايدك، بلاش قعده البيت دي. مالك خفت من قعدتي كده؟ لو انا هقعد على مراوحك. طيب ممكن تصبر شويه، انزل اروح مشواري وارجع نتفاهم. هتروح فين؟ مها الغزالي. يا نهارك مش فايت وبتقولها كده قدام عيني عينك؟ مش خايف لعب لساني قدام ساره؟ وتفتكر هيفرق مع ساره؟ وايه اللي اتغير يعني عشان ما يفرقش؟ مش عارف، من ساعه ما عملت اللوك الجديد ده وهي بقت واحده تانية خالص. خلاص اسيب لساني يقع براحته بقى. صباح الخير. صباح الخير. من فضلك انا ساره، كان مستر ياسر قال لي اجي لحضرتك. اهلا انا لسه ساره، مستر ياسر لسه قافل معايا حالا وقال لي انك جايه. تحبي تاخدي فكره؟ يا ريت. اتفضلي. شكرا. ايه رايك في ده؟ الله ده حلو قوي قوي، بس ده مش قصير شويه؟ ده اطول. تحبي تجربيه؟ حلو قوي في اللبس، تحفه. بالعكس بقى يا مينا، انا شايف ان الازرق هيبقى احلى بكتير. مستر ياسر؟ ايوه. يا ميمي في ايه تاني عندك يا ميمي؟ ده لطيف، ايه رايك؟ ده حلو قوي بقى. يا رب يعجبوكي. حلو، بس تهيألي الطويل ده احلى. وده كمان سيبهم كلهم حلو، جربيهم كده. انا حاسه انه فاهمه يعني، حاسه انه ده قصير قوي وده. ميمي مبروك مستر ياسر. الله يبارك فيك. مبروك ليا. هي اللي هتلبسه. عاوزك تدي عنوانك لمدام ميمي وتظبط الفساتين وتبعتهم. ماشي، شكرا. مبروك عليكي. الله يبارك فيك. بس ده كتير عليا قوي. ولا كتير ولا حاجه، انت سهلي اكتر من كده بكتير يا ساره. هو انا هرجع مع حضرتك على الشركه صح؟ ايوه طبعا، كفايه ان رانيا بقى لها يومين ثلاثه ما بتجيش الشركه، وكمان استاذ عيسى مش فاضلنا، مشغول مع مها الغزالي. عاوزك تيجي سيهم عشان اشوفهم عليك. ممكن ميمي وريني بقى ايه تاني موجود عندك؟ مساء الخير. مساء الخير يا عيسى، اتفضل. انا عيسى بس ما لقيتش حد قاعد بره. انت مش محتاج تستأذن، اتفضل السراحة. مستر ياسر قال ان احنا هنكمل مراجعة الميزانية هنا. انا مش هاخد من وقتك كتير. علاء، ممكن تجيب الملف اللي طلبته منك ونص ساعة هطلبك. ماشي. تشرب ايه؟ لا شكرا، خلينا نشتغل الاول. نشتغل. تعرف اني وحشني الشغل معاك. Thank you.
حلو قوي الكيكه دي، جايباها منين؟ انا اللي عاملاها بايدي في البيت. بجد؟ ايه انت مش عارف تفرق بين كيكه البيت وكيكه بره ولا ايه؟ عشان بصراحه من ساعه ما اتجوزت ما اعرفش الا كيكه بره. غصب عني يعني، عمري ما جربت. مريم مش تضحكوني معاكم؟ مين الانس؟ داليا السكرتيره الجديده، مريم مراتي. ما قلتليش يعني انك جبت سكرتيره جديده. احنا ما لحقناش نتكلم من ساعه ما جيتي. بعد اذنكم. امال فين عم منصور؟ ده كان بيبوظ لي الشغل، ده كان بيكشف على عيانين بدالي. فعلا؟ كانش بيجيب لك كيكه ولا ايه؟ شوفي هو طالما انت جيتي النهارده يبقى اكيد انت عايزه تقولي لي حاجه. انا مسافره يوم الخميس والجمعه. ليه؟ تصوير برضه ولا ندوه المره دي؟ لا فسحه. فسحه؟ مع مين؟ هيكون مع مين يعني؟ هو انا متجوزه حد غيرك؟ طب دي فكره حلوه قوي. هنروح فين بقى؟ راس سدر. اشمعنى راس سدر؟ تصدق ان انت بجد غلس؟ مريم 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 ايوه راس صدر قضينا فيها شهر العسل بتاعنا. يا سلام، ده لنا صحه دي كلها. انت اكيد نويتي تصالحيني. لا يا حبيبي، انا هديك فرصه انت اللي تصالحني. يلا قدامك 10 دقايق تلم حاجتك دي وتطلع لي فوق، اوكي؟ 10 دقايق. ليش من ساعة ما جينا؟ هو أنت ممكن ما تجيبليش حاجات تاني؟ أيوة بس أنا قلت لك قبل كده إن الحاجات دي كلها لزوم الشغل. لا أنت مش جايبهم لي عشان الشغل. صح. بس أنت مبسوطة؟ يمكن ده اللي مضايقني. بالعكس، من حقك تلبسي وتنبسطي، في بنات كتير قوي اقل منك عندهم حاجات اكتر من كده بكتير ما يستاهلوهاش. طب هو انت ممكن تقول لي احنا هنبدا الشغل فعلا امتى؟ من بكره. هنتعشى مع الوفد الايطالي عشان هناخد منه توكيل جديد وكبير قوي. بس انت ما جبتليش سيره التوكيل ده قبل كده. ايوه كنت مكتم عليه لحد ما يتم. خفت اللي يتسرق مني زي اللي قبله. اللي اخده نعيم. اللي اخده نعيم. بالظبط. عرفت ازاي؟ ما انا عيسى كان قايل لي. عيسى؟ طيب يا ريت بقى ما تحكيش لعيسى ولا لاي حد تاني عن التوكيل الجديد لحد ما نمضيه. اكيد طبعا. وانا واثق ان وشك هيبقى حلو عليا. وساعتها هتلاقيني محضر لك مكافأة ومفاجأة كبيرة جدا. لأول مرة في حياتك هيبقى عندك حساب كبير قوي في البنك. حد يعرف انك جاي لي دلوقتي؟ لا خالص. وياسر؟ انت قلت لي ما اجيبلوش سيره. ده لمصلحتي ومصلحتك. وبصراحه كده انا حبيتك من ساعه ما صلحتني على ياسر. وكنت عاوز اخطفك من عنده. بس قلت لا. ايه المشكله لما تشتغل معايا وانت شغال عنده؟ ازاي؟ استفيد من خبرتك واستفيد من المعلومات اللي عندك. هو انت ما تعرفش ان هو هيروح بكره يقابل الجماعه الطليان بخصوص التوكيل الجديد؟ لا الحقيقه ما اعرفش. اكيد هيقول لك. هيلاقي مين غيرك تعمله ميزانيه وتفند له بنود. يمكن. لا ده اكيد. وهتلاقيني بقى مجهز لك عموله كبيره قصاد كل الارقام والمعلومات اللي هتجيبها لي عن التوكيل ده.
مالك سكت ليه؟ القهوة مش عاجباك ولا ايه؟ لا بالعكس، كلامك هو اللي مش عاجبني. وايه اللي مش عاجبك في كلامي؟ ما كنتش فاكرك عايزني في شغل من النوع ده. اهو كله شغل. هدفع لك نص مليون جنيه. كنت جاية لك أراجع معاك كشف الشيكات الصادرة. طيب استني عيسى لما يرجع وراجعيهم معاه، أنا لازم أروح أجيب يارا من المدرسة. طب خليك أنت، هروح أجيبها أنا. سلمى ما ينفعش تعملي المشوار ده كل يوم، حرام. يا ستي أنا بحب أجيبها، وبعدين ما تنساش إن مامتها الله يرحمها موصيني عليها. كنت توصاكي بإيه كمان؟ أتجوزك. أنا كمان استغربت زيك كده. العادي ان الست توصي جوزها ما يتجوزش بعديها. هو ده اللي سام عملته بالظبط. ازاي؟ وصتني ما اتجوزش بعدها. غيرك. كانت خايفه تجيب مرات اب اليارا. بس احنا لو اتجوزنا هبقى مرات اب اليارا. لا يا سلمى. انت مش ممكن تكوني مرات اب لاي حد. بس يهم قالتش كده بس. قالت ايه تاني؟ آه لا انا كده هتاخر عن يارا. اتفضل. ممكن اعرف غيرت كلون الشقه ليه؟ عشان ناوي اسيب الشقه دي خلاص. وهنتقابل فين بقى؟ اكيد لما اخد شقه تانيه هتعرفي عنوانها يعني. والشقة التانية دي هتبقى بتاعتي ولا بتاعت الهانم الجديدة؟ هانم مين؟ سارة. لم لسانك واعرفي انت بتقولي ايه ولمين. ما بقولش غير الحقيقة. انت الفترة دي معاها ليل نهار جوه الشركة وبراها. لو قلت الكلام ده تاني هتدفعي ثمنه غالي قوي. يا سلام، خايف عليها قوي ولا خايف لحد يعرف؟ مالكيش دعوة. ويلا يلا يلا اطلعي بره عشان مش فاضي وعندي شغل. ماشي، بس هتجيلي النهارده عشان نتكلم. قلتلك مش فاضي. لا هتفضيلي نفسك عشان في كلام مهم قوي عايزه اقولهولك، مش عايزه اضطر اقوله لحد تاني. كلام ايه؟ لا ما هو حضرتك دلوقتي مش فاضي، فلما تجيلي بالليل هنقعد كده ونتكلم، عشان انت لو ما جيتش هضطر اتصرف من نفسي. ايه ده؟ انا اللي بسأل. ايه ده؟ فساتيني. مين اللي جابهم لك؟ انا جبتهم لنفسي. منين؟ المرتبي. طب ازاي شارين الاباطيه مقدم حطيتيهم في مركز التجميل؟ هو في ايه يا ماما؟ في ايه؟ هو انت بتحققي معايا؟ عشان ما انتش صريحه معايا، ما تقولي ان ياسر الشواربي هو اللي جايب لك الحاجات دي. عشان الشغل. والله؟ ويا ترى بقى جاب لك كل الموظفات اللي زيك؟ لا، علشان انا علاقات عامه، يعني مظهري مهم جدا قدام العملاء. الكلام اللي هو ضحك عليكي بيه، لكن انت مش هتعرفي تضحكي عليا. هو انت ليه مش فرحانه بشغلي الجديد؟ طب عيني في عينك كده بذمتي، انت فرحانه؟ مش هفرح ليه يعني؟ عشان عارفه ان ياسر الشواربي زيه زي شاكر عرنوس، بس كل واحد فيهم عايز يشتريكي بطريقته. لا، ياسر مش زي عرنوس.
الكلام اللي هو ضحك عليكي بيه وعارف ياكل دماغي. يا ماما انا ما فيش بيني وبينه حاجه وحشه. خلاص بيقول الكلام ده لعيسى لما يشوفك لابسه الفساتين ويعرف ان ياسر بيه هو اللي جايبهم لي. ماما هو انت فعلا هتقولي لعيسى ان ياسر هو اللي جابهم لي؟ طب الحمد لله، الحمد لله ان انت لسه خايفه منه وعامله حسابه. مش قرف. قلت لي عندك اخبار مهمه صح؟ صاحبك كان عندنا النهارده. صاحب مين؟ عيسى الفقي. كان عندكم بيعمل ايه؟ نعيم كان عايزه عشان موضوع التوكيل الجديد. التوكيل ايه بالظبط؟ التوكيل اللي حضرتك بتتكلم فيه اليومين دول مع الجماعه الطليان. وعيسى هو اللي قال لكم؟ لا هو نعيم كان عارف من الاول. انت عارفه مفيش حاجه بتستخبى عليه. امال كان جايب عيسى ليه؟ يعني كان عايز يعرف معلومات اكتر عن الموضوع وكده. عايز يخطفه هو كمان. عارض على صاحبك 500,000 جنيه. وهو قال له ايه؟ لا ما قالوش حاجة. هو قال اختفي كده كام يوم أكيد هيرجع بعدها بقى يقولوا لا أنا نص مليون ده ما يلزمنيش خليهم مليون. أنت عارف يا ريس أنا قلبي عليك أقسم بالله بعمل كل ده عشانك. أنا قلبي عليك. الواد ده لو وصل لأي معلومات هيبيعها لنعيم وهتبقى مشكلة. أنا من يوم ما بديتك على الريس بتاعي وأنا شايل روحي على كفي أقسم بالله بعمل كل اللي في استطاعتي عشانك. خلاص يا ناصر خلاص يا ريس. والله يعني مش فاهم انت فاهمني غلط. والله فاهمني غلط. انا مش بكلمك عشان كده. يعني انا متاكد انك هتقدرني وانك شايفني صح، انك هتعوضني على الايام السوداء والقحط اللي انا شفته مع نعيم.